تعرف دعاء الغباشي؟ اه طبعا طب هي بعت لك رسالة. اتفضل. ازيك يا كوتش؟ يعني ما لقيتش مناسبة احسن من دي ان انا اشكر حضرتك فيها. شكرا يا كابتن ابراهيم على كل نصيحة حضرتك اديتها لي السنة دي. شكرا على ثقة حضرتك فيا وفي الفريق، وبجد يعني حضرتك فعلا مثال للي بيتعب ربنا بيديله وبيكافئه. ويعني كنت عكس ما كل الناس بتتكلم، لا حضرتك كنت اب لينا قبل ما تبقى مدرب. شكرا على كل حاجه جديده علمتها لي، وشكرا انك غيرت مفهومي ان الفولي بالعضلات، لا الفولي بالعقل مش بالعضلات. ودايما بتلاقيني اول ما بنفذ حاجه حضرتك بتقولها لي واروح اجيب بيها نقطه على طول، بتلاقيني بجري عليك وبشكرك، ودي حقيقه. حضرتك من اكتر المدربين اللي اثروا في حياتي الرياضيه، وعمري ما هنسى حضرتك وعمري ما هنسى تعب حضرتك معايا. فبجد والله شكرا من كل قلبي، ومش كلام وخلاص. ان شاء الله باذن الله نكافئ حضرتك بالرباعيه السنه الجايه. كان المفروض ان احنا نعمل كده السنه دي، بس ان شاء الله باذن الله نعوضها، عشان فعلا حضرتك تعبت معانا وتستحق فعلا ان انت تبقى خارج من الموسم بال4 بطولات. انا واثقه في ربنا واثقه في حضرتك ان شاء الله باذن الله السنه الجايه هنرجع بيها تاني. وهي عين يا كابتن، هي اكيد عين وجت فينا، فالحمد لله. وان شاء الله باذن الله يا كابتن تفضل معانا على طول، ونفضل نتعلم من خبره حضرتك كده، تفضل تقول لي يا رغايه. يعني دعاء يعني عندها الاصرار للموسم القادم. هم زعلانين ان الرابعه راحت طبعا، انما الاصرار والعزيمه اللي هي عند اللعيبه اللي بتتكلم فيها دي، وبعدين بتتكلم بحب مع والد ليها من المعامله اللي انت بتعاملهم بيها، الحمد لله. فدي من الحاجات اللي هي بتبقى زارع الروح الجميله في لعيب النادي الاهلي اللي احنا بنشوفهم دول، الاصرار والعزيمه ان احنا بنلعب على المركز الاول. مفيش حاجه اسمها عندنا، لا مفيش تاني. مش هتقول لي دعاء ايه بقى؟ أنا بشكرها على الموسم اللي عملته، ودي بطلة من بطلاتنا المهمين جدا في مركزها. إيه في الملعب؟ 4، لكن هي زائد ده كمان من اللاعبات المميزات جدا في الشواطئ. يعني هي عندها لعبة أولمبيات سابقا، وبتجهز إن شاء الله ربنا يوفقها وتلعب الأولمبيات اللي جاية إن شاء الله. إن شاء الله، لا لعيبة مميزة في الشواطئ كمان، غير إنها كويسة في الصالات.